رئيس غرفة التجارة بالإسكندرية الأستاذ أحمد محمد الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب الدولة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أنا ليا تعليق وليا سؤال لمعالي وزير المالية. التعليق بما تشرفت بالتواجد طول اليوم، مش عايز يبقى المشكلة اللي احنا فيها مبنية دايما على الكوفيد وحرب أوكرانيا وروسيا، لا، في حاجات كتير عندنا وصلتنا لهذه المشكلة. ده نمرة واحد. النمرة اتنين، الحقيقة الإصلاح المالي والنقدي اللي حصل في 2016 لم يحدث في مصر. الإصلاح المالي كمل، أما الإصلاح النقدي توقف، لدرجة أنا بقالي 50 سنة في السوق وشفت الدولار ما كان ب77، قعد ثلاث سنين بنفس الإدارة بتاع الفكر القديم. وهنا جزء من المشكلة اللي هدخل فيها عدم التنسيق اللي كان بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وأيضا توغل السياسة النقدية على السياسة التجارية والسياسة الاستثمارية. ده كل ده حدث في خلال السنتين ثلاثة اللي مضوا، فلازم يعني نبص لده. حضرت من الأربع مؤتمرات اللي دولتك قلت عليهم مؤتمرين، وده الثالث. مش عايزين نطلع من هنا، لابد هناك حتمية للحل. أنا بقالي 35 سنة في الغرف، دوري وفقا للقانون اللي عمله السنهوري باشا ان ادي انقل نبض السوق للحكومة. احنا في ظروف قاسية يا دولة الرئيس. السؤال اللي عايز الحقيقة اوجهه لمعالي وزير المالية، كله اتكلم عن الركود التضخمي، وكله اتكلم على الخنقة اللي حصلت في السوق ابتداء من 12 فبراير، وبنتكلم على طموحات وبنتكلم على خلق فرص عمل. هل في أعلى ما يسمى بالعجز المقصود في الموازنة العامة؟ الفترة دي محتاجة لسياسات توسعية، محتاجة بشدة، خاصة وإذا كنا رايحين في السياسة النقدية لتعويم حقيقي وهو حتمي في هذه الظروف اللي احنا عايشين فيها، يبقى محتاج حضرتك للسياسة التوسعية وتزويد الصرف على شبكة الحماية الاجتماعية. يبقى ازاي هنحتفظ بهذا العجز خلال هذه السنة؟ فأنا أعتقد إن النقطة دي لابد إنها تؤخذ في الاعتبار لأنها نقطة مهمة. شكرا. شكرا الأستاذ أحمد الوكيل.